سلمى صباحي بتودع إياد داود، تواجدت أثناء تشيع الجثمان وظهرت عليها ملامح الحزن. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل صداقة سلمى صباحي وإياد. حرصت سلمى صباحي على التواجد لوداع صديقها الإعلامي والفنان الراحل إياد داود، وظهرت خلال الجنازة وعليها ملامح الحزن، وكانت بترتدي كمامة حفاظاً على الإجراءات الاحترازية، كما شهدت الجنازة انهيار بكاء وصراخ أصدقائه الإعلاميين وزملائه في برنامج شبابيك. علاقة إياد وسلمى كانت قوية جداً، فبدأ ثنائي مشوارهم المهني عام 2005 في برنامج شبابيك اللي تم عرضه عبر قناة دريم، وناقشوا معاً الكثير من القضايا الاجتماعية خلال حلقات البرنامج. استمرت علاقتهم قوية حتى بعد انتهاء فترة عرض البرنامج على الشاشة، وحرص على تحضير مفاجأة لإلها على الهواء أثناء عرض برنامجها الجديد البيت، وقدموا معاً أغنية الحق حلمك وتتر برنامجهم الجديد ولاد البلد اللي تم عرضه عام 2015. رحيل إياد المفاجئ كان صدمة للجميع، خاصة وأنه عمره صغير وما زال في عمر الشباب، وأعلن شقيق والكاتب الصحفي خالد داود خبر وفاته عبر منصات السوشيال ميديا، وأكد إنها كانت نتيجة إصابته بوباء فيروس كورونا. وحرص أصدقائه من داخل الوسط الفني على نعيه عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وتذكروا العديد من المواقف الإنسانية اللي جمعتهم فيه. لكن خلال الجنازة تغيب عدد كبير من النجوم المشاهير وتواجد أصدقائه المقربين فقط. ولد إياد داود عام 1983 وتخرج من الجامعة الأمريكية عام 2003، وقدم للمسرح 15 عرض فني، واشتهر من خلال برنامجه الشبابيك مع سلمى صباحي وعمرو سمير. قدم مجموعة من المسلسلات التلفزيونية، كان آخرها مسلسل شديد الخطورة مع أحمد العوضي، وأكد أنه بيمتلك موهبة مميزة، وظهر هذا عندما شارك في مسلسل الداعية، ولإله تجارب درامية أخرى من خلال مسلسل فض اشتباك ومسلسل التمن.